الخارجية المغربية قالت في بيان لها إن جنوب إفريقيا منحت لنفسها الحق للحديث عن المغرب وعن علاقته بدول بريكس دون استشارة مسبقة. وذكر البيان أن جنوب إفريقيا أبدت دائما عدوانية مطلقة تجاه المغرب واتخذت بطريقة ممنهجة مواقف سلبية بخصوص قضية الصحراء المغربية. في الوقت نفسه قال البيان أن المغرب يقيم علاقات ثنائية مهمة وواعدة مع الأعضاء الأربعة الآخرين في تجمع بريكس. ومن مدينة مراكش المغربية ينضم إلينا الأستاذ الفرفار العياشي النائب البرلماني عن حزب الاستقلال. أهلا بك معنا أستاذ العياشي. إذن دولة جنوب إفريقيا هذه الدولة معروفة بعدائها للمغرب، دعت المغرب للمشاركة في اجتماع جوهانسبرغ وقالت يعني تحدثت بلسان المغرب أنه سيشارك ويريد الانضمام إلى مجموعة بريكس دون استشارة المغرب، دون المرور عبر ربما الاتحاد الإفريقي أو حتى دون استشارة الدول الأعضاء في البريكس. لماذا تلجأ جنوب أفريقيا إلى هذا الموقف؟ صراحة نعيش هذا موقفا أو حدثا استثنائيا وغريبا خارج الأعراف السياسية والدبلوماسية، أن الدولة تنصب نفسها وصية أو أنها تنوب عن دولة أخرى لها كامل السيادة فهو أمر غريب ومستغرب ويثير الكثير من التساؤلات. بلا شك حجم العداء وحجم المعاندة للمصالح المغربية واضح، حجم العداء الإيديولوجي والسياسي واضح ومعروف، وأن الدولة المغربية بقيادة جلالة الملك تتعامل مع هذا العداء لكن بنوع من الحكمة والتبصر. أننا كما نحترم ونقدر أصدقاء المملكة أننا لا نتطاول ونحترم مواقف الآخرين، لكن أن يصل الأمر إلى هذا الاستفزاز وإلى هذا الموقف الغير المقبول سياسيا ودبلوماسيا وأخلاقيا فالأمر غير مقبول. الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك هي دبلوماسية صامتة ومنتجة وفعالة، تعرف كيف تتعامل مع الأحداث وكيف تأخذ المسافات المناسبة في جو مضطرب وفي واقع متقلب وشديد التعقيد. ومع ذلك الدبلوماسية المغربية لها من الحنكة والدراية والحكمة كما قلت بقيادة جلالة الملك تدبر الوقائع بكثير من الحكمة والتبصر. طيب أستاذ العياشي، المغرب له علاقات استراتيجية وشراكات استراتيجية مع كل الدول في البريكس، الهند والصين وروسيا والبرازيل. طيب هذا نعم روسيا هذا من جهة، من جهة أخرى جنوب إفريقيا علاقتها متوترة مع المغرب منذ سنة 2005 لأنها اعترفت بما يسمى بجبهة البوليساريو، والمغرب ينظر إلى العالم في علاقته الخارجية بنظارة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. فهنا السؤال مرة أخرى، هل خلف ما فعلته جنوب إفريقيا رسائل؟
نعم هي نوع من الاستفزاز الغير المقبول. الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك أنها تقيم أي حدث أو أي موقف أو أي تعامل أو أي تحرك بناء على المصلحة الوطنية أولا وأخيرا كما قال جلالة الملك. جلالة الملك رسخ الواقعية تعني المصلحة المشتركة. المملكة قررت أن لا تكون جزءا من الحل في أي نقاش دولي أو في أي موقف دولي، لكنها جزء في منظومة الحل. لذا نقول أن الدبلوماسية المغربية في تعاملها مع هذا الحدث أنها التزمت الصمت وتركت وزيرة الخارجية التي نصبت نفسها أن تقول أنا لم نقله. دبلوماسيتنا ووزارة الخارجية والحكومة المغربية وجلالة الملك نملك قنوات للتعبير عن قراراتنا وعن مواقفنا. ثانيا أن التدبير فعل السياسي الانضمام إلى منظمة بريكسبي هذه المنظمة الكبيرة بهذا الحجم لنا شراكات استراتيجية مع أعضائها الكبار، لكن استداجنا في هذا الموقف الغير المقبول لن يؤثر في الواقع وفي الوقائع شيئا. مواقفنا ثابتة، حضورنا ثابت في المشهد الدولي والسياسي المتقلب، ومع ذلك حافظت المملكة بحكمة جلالة الملك على التوازن رغم حجم الاضطرابات وحجم التعقيدات. رسالة تريد هي رسالة استفزاز أو على الأقل تريد أن تثير موجة إعلامية أو نوع من الضجيج الإعلامي لا يؤثر على الواقع. المملكة المغربية بقوتها بحضورها بجغرافيتها بمملكتها بشعبها بمواقفها بمصالحها حاضر على المشهد الدولي كجزء من الحل لترسيخ السلم العالمي والحفاظ على السلم العالمي. طيب أستاذ العياشي للأسف انتهى وقت هذه المقابلة. أستاذ الفرفرة العياشي النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، كنت معنا من مدينة مراكش المغربية، شكرا لك.